امتحان التريسينج هو امتحان الهدف منه ان حضرتك تتقاس قدرتك على الانتربريتيشن اوف ذا كاردياك انفستيجيشنز. ده الهدف من الامتحان. انت بتمتحن كلينيكال بتكشف على العيان ازاي وبتقيمك وانت بتمتحن كلينيكال، بتمتحن في المعلومه العلميه في النظري وبتمتحن بيها بطريقه ثانيه في الام سي كيو، بتمتحن بيها بطريقه ثالثه في الشفوي. فبيفضل عندنا ان انا اقيمك في الانفستيجيشن. ما انت في الاخر لما تبقى راجل فاتح عياده وعيان بيشتكي بالبيتيشنز فانت هتطلب له انفستيجيشن، هو مطلوب منك تفهم الانفستيجيشن ده، مطلوب منك اول حاجه تعرف تطلب له ايه، وبعدين لما تطلب له الحاجه دي تعرف تقراها ازاي. طلبت له راديو ايزوتوب سكان تشوفه اسكيميك ولا مش اسكيميك، هتعرف تقراها ازاي، وهكذا. هو ده الهدف من امتحان التريسينج. فالمفروض الامتحان التريسينج بيجي بناء على الشكل اللي انا بحكيه لك ده. يعني اتقال لك مثلا والله كان عندنا عيان عنده 50 سنه بيشتكي بشويه تشيست بين، فجالك العياده فانت طلبت له يعمل اكسرسايز اي سي جي، وادي الاكسرسايز اي سي جي يا عم احمد، قول لنا انت شايف ايه في الاكسرسايز اي سي جي ده. فحضرتك هتدي كومنت على الاكسرسايز اي سي جي، بناء عليه لو بوزيتيف هتطلب له ايه الخطوه الجايه، والله المفروض الراجل ده يعمل قسطره. لو نيجاتيف والله ما الراجل ده عن كنترول الريسك فاكتورز ومشي على ميديكال تريت. يبقى هو بيقيس قدرتك على الخطوه القادمه ما بعد فحص العيان. بعد ما تكشف عن شخصيا هتطلب له انفستيجيشن، خد يا عم الحاج الانفستيجيشن في ايديك اهو، قول لي بقى اقراه لي ده لقينا فيه ايه. فهمت القصه ماشيه ازاي؟ يبقى ده الهدف من امتحان التريسينج. لا الهدف ان احنا نعمل لك فوازير ولا نعقد لك الدنيا ولا نجيب لك حاجات متقدمه انت مش فاهمها ولا حاجه، لكن الهدف ان انت ما تبقاش قاعد زي دكتور البطنه العامه ولا واحد ما بيفهمش حاجه في الانفستيجيشنز فكل شغلته في الحال هو بيقرا التقرير. يعمل ايكو يقوم يقرا التقرير، تديله الصور في ايديه يقول لك انا مش فاهم حاجه في الصور. حتى مثلا ممكن في حاجات ممكن الصور بتاعتها ما تبقاش متاخده مظبوط، تحتاج ان انت تعيد الانفستيجيشن. مش لازم انك تعمل انفستيجيشن في ايديك، محدش مننا بيعمل ايكو وسي تي وام ار اي وقسطره وايفاس واف اف ار والكتروفيسيولوجي، محدش فينا في اسم القلب، مفيش البني ادم الخزعبلي اللي بيستطيع انه يعمل بايديه كل الحاجات دي. لكن كلنا المفروض ان احنا بنعرف نقرا الحاجات دي ونعرف ايه الخطوه الجايه في الحاجات دي. انا راجل مش بتاع الكتروفيسيولوجي بس بعرف اقرا هولتر، اعرف ابعت العيان يعمل بيس ميكر، مش لازم انا اللي اركبه بايديا لكن ابقى عارف ايه اللي بيتعمل فيه. انا مش راجل بتاع كونجنتال بس اعرف اشخص كواركتيشن اوف ذا اورتا، واعرف ابعته لحد بتاع كونجنتال يعمل له ستنت او يعمل له انترفنشن او يعمل له كذا او كذا. فاهم قصدي؟ ده المطلوب منك، هاو تو انتربريت ان انفستيجيشن بروبرلي. ده الهدف. تمام؟ احنا ممكن نقعد نتكلم في التريسنج ده اسبوع وما نخلصوش. فهو التريسنج مش هيمشي كده، هو التريسنج ده احنا متاح لينا فيه ساعتين. هنعمل ايه في الساعتين دول؟ هنبص على مجموعه سلايدز كانت موجوده جوه امتحانات بشكلها زي ما نزلت في الامتحان، دي شكلها ايه؟ يبقى انت عايش الجو بتاع هو ده يا سيدي اللي هيجي لك في الامتحان او هيجي لك شبهه. هتستطيع ان انت تانتربريت ولا لا؟ طب ولو انتربريت ازاي عشان تاخد الدرجه بتاعتك صح؟ تكتب الكومنت بتاعك ازاي؟ ده اللي احنا هنقوله النهارده. هتلاقي في سلايدز ماشيه معاك مع كل الانفستيجيشنز، في حاجات هتبقى سهله قوي وحاجات هتبقى تتقدم في الصعوبه شويه، وحاجات يمكن تكون انت ما بتشتغلهاش فتحس انها جديده عليك خالص. واحد هيقول لي والله انا راجل بتاع انترفنشن في القسطره في الايفاس في الاف اف ار انا ممتاز، بس الايكو ما بفهمش فيه حاجه، اعمل ايه؟ حضرتك اليوتيوب موجود والجوجل ايمجز موجوده، اقعد اعمل سيرش من هنا للاسبوع الجاي، اكتب في جوجل ايمجز جوجل ايمجز 4 مايتال ستينوزس، اتفرج على صور مايتال ستينوزس، اورتك مش عارف ايه، اتفرج على صور كونجنتال هارت ديزيز، هيطلع لك مليون صوره، اتفرج. عايز تفتح مداك، وانا ما بفهمش في السلم، انا مشكلتي ان انا ما بعرفش اقرا سلم، خش اكتب في جوجل ايمجز راديو ايزوتوب سكاننج اوف ذا هارت شوينج اسكيميا، هيطلع لك مليون صوره، بص عليه. والله انا عاوز يوتيوب بيفهمني ازاي افهم الاسترين والاسترين ريت، خش على اليوتيوب واكتب في السيرش سترين اند سترين ريت ايمجينج وشوف فيديو 11 دقيقه 12 دقيقه ازاي تجيب الفيو وازاي تقراه وازاي تعمل كل حاجه.
انا هديك البيزكس وهديك اكزامبلز لمعظم الحاجات المهمه، واحنا كلنا مستوانا هتلاقي واحد بيشتغل ايكو احسن، واحد ايمجنج احسن، واحد بتاع سي تي وام ار اي، واحد بتاع قسطره بس. لكن عشان تلم كل الحاجات دي هتعمل زي ما انا بقول لك كده، انت عارف نقطه الضعف بتاعتك فين، هتروح تدور ايه عليها. طيب لو جالك على سلايد مثلا، احيانا بيجي سؤال مفتوح زي مثلا كومنت، او سلايد ما عليهاش سؤال، يعني صوره مثلا بتاع اي سي جي ما عليهوش سؤال. اه طب ماشي، ما انا فاهم انا بقى انه الاي سي جي لما ما يبقاش عليه سؤال ومطلوب مني ادي عليه فول كومنت، هعلق بقى على الريت وعلى الريزم وعلى الاكسس ديفيشن لو موجود، وعلى الباندل برانش بلوك، وعلى البي ويف، وعلى كيو ار اس كومبلكس، وعلى كذا، وبي ار انترفال وكيو تي انترفال. لازم ابقى فاهم. اه والله بس هو الاي سي جي بتاعي فيه انفير وول ماركادال انفاركشن لفت نظري قوي. ماشي، يبقى هتكتب في الاخر بعد ما تكتب الكومنت السريع بتاعك اللي هو الريت 60، الريزم ساينس، الاكسس نورمال، مش عارف ايه، البي ار انترفال، وتعلق على كل دول بسرعه تقول فاينل دايجنوزز اس تي سيجمنت اليفيشن ان ذا انفيريور ليدز انديكيتنج ان انفيريور وول ماركادال انفاركشن. دايما لما يبقى فيه دايجنوزز واضح، دايجنوزز هول مارك، انت حاسس ان هي السلايد جايه عشان انت تقول ان هو انفير وول انفاركشن، يبقى انت لازم تظهرها للشخص اللي بيصحح في صوره ان هي دي الحاجه الاساسيه اهي، بس انا عارف الحاجات التانيه. لو قال لك وات از يور دايجنوزز، خلاص هتقول كلمه واحده انفير وول انفاركشن. لكن لو قال لك كومنت اون ذا اي سي جي وما كتبلكش صوره، ما كتبلكش سؤال، يبقى كومنت على الصوره. لو جاب لك شيست اكس راي قال لك وات از يور دايجنوزز، خلاص هتقول. لو قال لك وات از يور ديفرنشال دايجنوزز، بالمونري ارتري كبير ورايت فينتيكل كبير ومش عارف ايه، هتقول له اسباب البالمونري هايبرتنشن. طيب لو ما قالكش، قال لك كومنت، خلاص يبقى هتتكلم بقى انه ده اكس راي في البوستر انتيريور فيو وذ ادكويت اكس راي اكسبوجر شوينج كذا، البوني كيج ما فيهوش مشاكل مثلا، اللانج فيه عندي في اللور اوبليتريشن في الانجلز بتاعت مش عارف ايه عشان انديكيتنج بلورال افيوجن، دايلاتيشن في البريك في الكاردياك شادو بريكارديال افيوجن. السؤال لما يبقى مفتوح اجابتك هتبقى تشمل كل الحاجات، للسؤال لما يبقى محدد اجابتك هتبقى على قد ايه؟ على قد السؤال. اوكي؟ مفهوم؟ طيب خلينا نبص على اكزامبلز مثلا. بص مثلا هنا. قال لك مثلا ايه هنا؟ كومنت اون ذا اي سي جي. كومنت والدنيا ايه مفتوحه. مفتوحه ما ادالكش، ما قالكش واتس يور دايجنوز، كومنت. طب بص انت على الاي سي جي ده كده، اكتر حاجه لافته نظرك اول ما بصيت على الاي سي جي ايه؟ البرادي كارديا لفتت نظري جدا، فرحت باصص تحت لقيت البي ويفز اسوشيتد مع كومبلكسات ولا منفصلين عنهم؟ منفصلين عنهم، يبقى انا عندي كومبليت اي في ديسوشيشن او اي في بلوك او ثيرد دي في ارت بلوك ايا كان. ماشي، لفت نظري نمره اثنين ايه؟ الاس تي سيجمنت اليفيشن، يبقى انا عندي انفيرو وول ماركاردال انفاركشن مع كومبليت هارت بلوك بس، والريت والريزم والاكسس في ثانيه كده على طول، ريت 50، ريزم كومبليت هارت بلوك، بي ويفز نوت اسوشيتد مع كومبلكسات كده على طول. ايه سلايد ما تاخدش في ايديك دقيقه تقراها ودقيقه تكتبها، فاهم قصدي؟ دي سلايدز بتبقى ستريت فورورد سهله كده ما فيهاش حركه كتير، لكن خلي بالك دايما من الحاجات الاسوشيتد مع بعض. الانفير وول بيجي معاه كوندكشن ديستربنس عشان الرايت كورنر بيسبلاي كوندكشن سيستم والحاجات اللي انت عارفها. طيب هنا بقى الدنيا مختلفه شويه، هو مدينا مديك قصه بيقول لك والله this is the chest x-ray of a 50 years old patient referred to the clinic by shortness of breath, lower limb edema and abdominal enlargement. shortness of breath و lower limb edema و abdominal enlargement دول بتوع ايه؟ right side ولا left side؟ right side heart failure. حلو قوي. Describe the findings. يبقى انا هعلق، يبقى في كذا حاجه. What is your differential diagnosis and what's the most probable diagnosis؟ ايه الشيمبرز اللي دايليتد هنا او ايه الحاجات الابنورمال اللي دايليتد هنا؟ حاجات كتير قوي صح؟ الرايت فينتريكل كبير صح ولا لا؟ والرايت بالمونري ارتري ده كبير قوي، ده عامل لي شادو محترم اهو تمام. والمين بالمونري ارتري اللي هو اوبوزيت الرايت الناحيه الثانيه انا ما بشوفش الليفت اللي بيمشي على ورا، فالمين هنا شايفه كبير ودايليتد وعامل بومبين الناحيه الثانيه، يبقى انا عندي دايليتد مين بالمونري ارتري ودايليتد رايت بالمونري ارتري ودايليتد رايت فينتريكل.
يعني الرايت سايد كله كبير، وده ماشي مع الهيستوري اللي بيقوله شورتنس اوف بريث ولو ليمبي ديما واسايتس، يعني رايت سايدد هارت فيلير كلينيكالي رايت سايدد دايلاتيشن في الايكو، يبقى ده الفاين في الاكس راي، يبقى ده الفايندينجز. ايه الديفرنشال دايجنوزس؟ كل اسباب البلمونري هايبرتنشن من اول ايديوباثيك بلمونري هايبرتنشن، نيجليكتد كونجنتال هارت ديزيز، نيجليكتد مالتي فالفولار هارت ديزيز، صح ولا لا؟ عندنا في مصر كان في حاجه زمان اسمها بالهايزيال كوربالمونال وبتاع اسمها بالهايزيال اريرزس ديزيز، وبتعمل انيوريزمالي دايليتيد من بالمونري ارتري وانيوريزمالي دايليتيد رايت. ما هو الحاجات دي هي. اوكي واضحه، عارفين ازاي هتتعاملوا مع السلايد. طيب نخش على حاجه تانيه تبقى سخيفه شويه، الراديو ايزوتوب سكان. نعلق على الراديو ايزوتوب سكان ازاي، او ايه الخريطه بتاعت الراديو ايزوتوب سكان؟ الراديو ايزوتوب سكان بيعتمد اللي بيجي لك في الامتحان، يعني ان انت بتقارن ما بين الاثنين فيزز اللي هم الريست والستريس. يبقى اذا انت هتتخيل كده ان الصوره اللي قدامك دي دائما وابدا فيها سطرين، سطر ار ريست وسطر اس ستريس. يبقى الهدف ان انا عندي حاجه مخفيه مش موجوده اثناء الريست، ولما حصل ستريس الحاجه دي بقت بروفوكيتد، صح؟ طب ما هو ده الهدف من الراديو ايزوتوب سكان. ما هو الراديو ايزوتوب سكان بيديتكت في الاسكيميا يعني الريفرسبل بيرفيوجن ديفكتس من خلال ان هو في الريست ما بيبقاش باين ديفكت، ولما بعمل ستريس الديفكت بيبان، صح ولا لا؟ طيب ولو الديفكت موجود في الريست وموجود في الاستريس يبقى ده سكار اصلا، يبقى ده ما هو نون فايبل. يبقى كون انا لقيت في ديفكت او اختلاف ما بين الرسمتين او السطرين بتوعي، يبقى اذا معنى كده انه في ريفرسيبل مايوكارديال بيرفيوجن ديفكت انديكيتنج فايبل اسكيميك مايوكارديوم، صح؟ يبقى التكه هتبقى ايه؟ ان ويتش تريتوري، صح ولا لا؟ هي دي التكه، ولو فيكسد خلاص هتبقى فيكسد. طيب اعرفهم ازاي بقى ويتش تريتوري، او ابص على ايه الاول، اقرا السلايد دي ازاي؟ والله في طريقه سهله، بيقول لك اول ما تبص بص على الدايره 360 درجه. ليه؟ لانه كل الوولز ريبريزنتد في الدايره، فمش هتتلخبط. يعني لو انت بصيت مثلا على الدايره اللي تحت، اللي تحت خالص، السطرين اللي تحت خالص، وهو كاتب لك السبتم واللاترال والانتيرير والانفيرير، يبقى انت الدايره دي المفروض لو كامله كل الوولز ريبريزنتد فيها. لو مش كامله هتلاقي بيرفيوجن ديفكت فين؟ يعني واضح انه البيرفيوجن هو اللون الاحمر، البيرفيوجن ديفكت اللي مش واخد الاحمر، يعني الانفيريور فيه بيرفيوجن ديفكت محترم، والسبتم صح ولا لا؟ الانفيريور والسبتم، اما تبص في الدايره كده الانفيريور ماشي معاك طول الدايره اهو، والسبتم ماشي معاك في الحتت اللي على ايدك الشمال. تبص فوق السبتم بقى شمال واللاترال يمين والابكس فوق، تكونفيرم اللي انت قلته، انت قلت انه السبتم فيه ديفكت، بص فوق كده السبتم موجود، خلاص يبقى فعلا فيه ديفكت في السبتم. ده انا فوق كمان ظهر عندي فيه ديفكت صغير في نمره 3 في الابكس، يبقى السبتم والابكس والانفيرير وول. طيب ابص بقى في اللي فوق خالص الانفيرير نايم تحت، الديفكت باين في الانفيرير فعلا، صح؟ يبقى انا ماشي، يبقى انا دماغي اهي مترتبه، بصيت على الدايره لقطت الوولز اللي فيها الديفكتس وعملت كونفيرميشن بالرسمتين او السطرين اللي فوق الدايره، يبقى عندي انفيرير وول وسبتم وحته من الابكس، انفيرير وول وانفيرير سبتم وحته من الايبكس، صح كده؟ التريتوري ده على بعضه كده تريتوري بتاع بي دي اي كبير، طالع من رايت كورونر كبير او طالع من ليفت سيركمفلكس كبير، صح ولا لا؟ هو ده تريتوري بتاع ال اي دي؟ لا مش تريتوري بتاع ال اي دي. يبقى انا لما اقول لك ديسكرايب ذا فايندنجز هتقول والله ده راديو ايزوتوب سكان ام بي اي، يعني مايوكارديال بيرفيوجن ايمجينج شوينج ريست اند ستريس ايمجز، تمام؟ الفايندنجز بتاعتي فيهم ان انا عندي ريفرسبل مايوكارديال بيرفيوجن ديفكت ان ذا فولوينج وولز، نقطتين فوق بعض، انفيرير وول انفيرير سيبتم اند ايبكس. يبقى ده السؤال الاول، ديسكرايب ذا فايندنج، ويتش ارتري از موست بروبابلي افكتد؟ This is the territory of a huge PDA branch
of a dominant right coronary artery versus left circumflex artery. صح ولا لا؟ لو سألك سؤال what is the next step in the management of this patient, الله ينور عليك, يعمل له coronary angiography aiming at revascularization of this patient. فهمنا القصة ماشية ازاي؟ سلسة وسهلة. اهم حاجة لما انت هتكتب قصة تبقى الشابترز بتاعت القصة ماشية مع بعضها, ما تبصيش في السطر اللي تحت تجيب لي رايت كورنر وسيركمفلكس والسطر اللي فوق تلاقي الدنيا ماشية معاك ال اي دي والسطر اللي فوق خالص لا يا جماعة ده نون فايبل, لا يبقى انت بتألف, يبقى هي هربت في حلقة وقعت منك. ترجع وبص تاني الدايرة, اجيب الوول اللي فيه ديفكت بعدين ابص فوق اتأكد الوول ده فعلا فيه ديفكت والديفكت ده ريفرسبل ولا ايه ريفرسبل, لانه لو ايه ريفرسبل هيبقى سكار نون فايبل مايوكارديوم. لو انا سالتك بقى وات از ذا نيكست ستيب ان ذا مانجمنت هتقول لي ميديكال تريتمنت. اختلفت بقى, يعني لو السلايد دي نازله بسؤالين ديسكرايب وات از ذا نيكست مانجمنت وانت مشيت في سكه الريفرسبل ثم أسطرة هتاخد صفر لو انت مطلوب منك تمشي في سكه الريفرسبل فيرسس ايه ميديكال وهكذا. مش منظر ميكسد, لا 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 ريفرسبل, هو ريفرسبل كله ريفرسبل, بس هو السطر اللي فوق خالص اللي تحتيه اوفرلابنج عليه شويه فهو مش باين قوي, لكن هو ريفرسبل برفوجن ديفكت في الانفرولاترال وول في الانفير والانفير سيبتوم والابكس. ممكن دقيقه اكثر على الشرح, اللون ايه اللون كيف يتغير دكتور؟ اللون كيف اتغير؟ اللون ما اتغيرش ولا حاجه, هو اللون اتاخد وما اتاخدش, مالكش دعوه باللون اتغير ولا ما اتغيرش. انه في سلايد ممكن هو يكون ظابط الالوان احمر, يجي في سلايد ثاني ظابط الوان ازرق, يجي في سلايد ثالثه ظابط الوان اخضر, فانت مش مهم اللون اتغير, انت المهم اللون متاخد ومش متاخد. يعني هنا مثلا الحته دي واخده صبغه, الحته دي في وول ديفكت اهو, هنا واخد صبغه, هنا الديفكت اهو, يعني اللون المختلف عن الاكثر اللون اللي هو الابيض اللي جوه الاحمر. الابيض اللي جوه انا بقول لك احنا ما بنبصش على الالوان اصلا, ان انا ممكن انا على السوفت وير اظبطها درجات احمر درجات ازرق درجات اخضر, لكن انا المهم عندي انه اللون بتاع الشاشه اللي هو يمثل الصبغه ابتيك ومش ابتيك, ابتيك احمر ابتيك اخضر ابتيك ازرق, المهم هو هنا ماشي مع الاحمر, في سلايد تانية لما تشوف هيبقى ماشي مع اخضر وازرق مثلا. لو لما عندك ديفكت في الريست بس بقى كونفيوزد في الريست, ما عندناش حاجه كده الا لو في حاجه بريست مش عارف ايه الحاجات دي. الدائره عدم اكتمال الدائره بالاول والخط الاول والثاني, ما هو بص دي مش دائره مرسومه ببرجل بتاعت واحد مهندس. خلي بالك انت عينيك بقى تشوف, انا عشان كده بقول جوجل ايمجز. ليه جوجل ايمجز هتعرفك يعني ايه كلمه دائره واخده برفيوجن؟ مفيش عيان لما بتعمل له بيطلع دايره مسطره واخده برفيوجن, لان لا اللقطه ولا القط بتبقى متاخده مسطره, لكن هو باين انه في ديفكت ما بين فوق وتحت. لا قصد الدائره مفتوحه فوق دكتور, هي مبادئ اوليه بس انا مش عارفها. دائره مفتوحه مبادئ اوليه يعني ايه؟ السطر الاول والثاني, السطر الاول والثاني ده فيو مختلف. لانه الفيو يظهر كده, ده لونج اكسس فيو, ده بارا استرنال فيو, وهنا تحت شورت اكسس فيو. ماشي دكتور؟ يا نعم. ممكن يشيل دوره في الامتحان ولا لا يا باشا؟ ممكن ايه مش هو مش جاي يضللك يعني؟ لا صعب يعني, ما اعتقدش ان هو بالشر ده, هم اشرار بس مش قوي كده. تمام. طيب خلينا نبص مع بعض كده على القصه دي. مثلا بيقول لك this is the 12 lead ECG and Holter recording of a 35 years old patient who experienced repeated attacks of syncope. هنا حاطط لك حاجتين مع بعض مرتبطين بنفس القصه. الراجل عمل رسم قلب وهو نايم في السرير ريستنج اي سي جي, ظهر قدامك اهو 12 ليد. بعدين الراجل بيجي له سينكوب فحضرتك طلبت له هولتر. فلما جيت تحلل الهولتر لقيت المنظر بتاع شانل 1 شانل 2 شانل 3 اللي تحتيهم. انت انتربريتيشن بتاعك للقصه دي ماشيه ازاي؟ القصه دي تبع انهي شابتر في الكارديولوجي؟ السادن كاردياك ديس والحته دي والسينكوبال اتاكس الحته الغلسه دي. تمام. انت شايف ايه في الاي سي جي يديك انطباع ان الهولتر ده ماشي مع الاي سي جي؟ هو
الله ينور عليك لونج كيو تي. طب والله يا دكتور محمد يعني لونج كيو تي دي حاجه غلسه قوي وصعب ان انا عيني تلقطها. يعني عيني تلقطها ازاي؟ بص يا سعاده الباشا، في نسبه 99% لو في لونج كيو تي هتلاقي التي ويف موجوده في نص المسافه ما بين التو كومبلكس او بياند. لو انت بصيت على 1000 رسم قلب فيهم 1000 فايندنج غير اللونج كيو تي هتلاقي دايما التي ويف اقرب للكومبلكس اللي قبلها عن الكومبلكس اللي بعدها، الا في رسم القلب بتاع اللونج كيو تي تحس ان التي ويف يا جايه في النص يا مايله شويه ناحيه اللي بعدها. عايز تحسبها بقى بالمكعبات الصغيره وبالميكروسكوب وتقعد تحسب المعادله تحسبها هتطلع طويله. تمام؟ اللي يؤكد لك انها طويله ان الراجل ده بيجي له نوع معين من الاريزميا بيجي مع اللونج كيو تي اللي هو الله ينور عليك اللي هو فيتاك ان ذا فورم اوف بوليمورفيك فيتاك وذ تويستنج بوينتس اللي هو المنظر بتاع الشخبطه اللي ظهرت في الوتر اللي تحتيها دي. طيب لو قال لك what would you like to do for this patient as a next step in his management electrolyte correction لو سيرش فور يبقى اول حاجه هو قال لك صح سيرش فور اي ريفرسيبل كوز سبيشالي بوتاسيوم كالسيوم اند ماجنيزيوم. لكن لا لو كونجنيتال لونج كيو تي سيندروم اعمل له ايه؟ ممكن يديله بيتا بلوكرز بس الراجل بيجي له سينكوب وانا عملت هولتر طلع فيه ده. الله ينور عليك. يبقى في العيان ده يركب له الاي سي دي لان المره الجايه ممكن تيجي بايه؟ بفي اف ولا حاجه ويموت خالص بقى. يموت خالص. المفروض اي سي دي على طول لو كونجنتال لونج كيو تي. كيف تميز دكتور كونجنتال او الكترولايت ديستربنس؟ في يعني كرايتيريا تميز ولا ما فيش؟ يعني حتى انديكيشن فور اي سي دي فاميلي هيستوري. هو الكونجنتال موجود في فاميلي هيستوري. الالكترولايت بتسحب الالكترولايت بتبان. يعني الالكترولايت اذا ديستربنس فيها هذا ان هم كونجنتال. غالبا. 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 بس اذا الالكترولايت نورمال يعني هذا كونجنتال. غالبا لو معاه فاميلي هيستوري اوف سادن كاردياك ديس لان الحاجات دي جينيتك. صح ولا لا؟ صح. لو انا بصيت على الشيست اكس راي دي بيقول لحضرتك راجل عنده 60 سنه كان جوه اوضه القسطره بتاعه الدكتوره ميرفت بتاعه الالكتروفيسيولوجي بيعمل حاجه بيسالك ايه الحاجه دي؟ الحاجه اللي انت شايفها دي اسمها ايه؟ بيس ميكر. في بطاريه بتاع بيس ميكر نازل منها سلكتين، سلك في الاتريوم وسلك في الفنتكل، ده اسمه ديوال شيمبر بيس ميكر صح؟ الراجل ده بعد ما طلع من اوضه القسطره نهج، فحضرتك عملت له اكس راي، هل الاكس راي دي تفسر النهجان بتاع الراجل في وجود البروسيدير ده؟ ايه بقى؟ الله ينور عليك. ما هو اصل احنا علشان نجيب السبكليفيان بانكشر ده بيبقى قريب قوي من حاجه اسمها السيرفايكال بلورا، فممكن لو انا جبته غلط اعمل نيموثوركس، وهذا النيموثوركس بيبقى تنشن نيموثوركس ده يقدر عامل كولابس لللانج تيشو عامله زي حته الكبده على جنب ايه وعمل شيفتنج شويه للتراكيه الناحيه الثانيه والقصه ماشيه مع بعضها. انا بعمل بروسيدير موصوفه فيه هذه الكومبليكيشن بهذه الشكوى وبتبان في الاكس راي، القصه متماسكه مع بعضها. طيب واتس ذا نيكست ستيب في العيان ده؟ نفضي النيموثوركس بتاعته من خلال انا اركب له انتركوستال تيوب وذ اندر ووتر سيل. برافو عليكم ما شاء الله عليكم ممتازين. طيب نبص على القسطره دي، ده راجل كان جايب اكيو كورونال سندروم عمل قسطره، ادي فيو في القسطره سبايدر فيو ال او كودال فيو بيجيب لي ال اي دي قدام بالدياجونال برانش والسيركمفلكس ورا بالاو ام برانش. تمام. وبعدين في ليجن محترم اهو بايفوركيتنج في ال ال اي دي مع الدياجونال برانش. في حاجه اسمها ميدينا كلاسيفيكيشن للبايفوركيشن ليجنز، دي مدينه 111 يعني في المين برانش وفي كماله المين برانش وفي الدوتر برانش. يمكن زيرو ممكن يمشي 011 لو انت حاسس ان هو مش واخد ال اي دي. انا سالته بس ارد على التليفون ده. الو عليكم السلام. يا اهلا بيك يا محمد.
فأنا لقيت عندي bifurcation lesion ممكن نقول عليها 111 أو نقول عليها 011 على حسب أنت نظرتك. وبعدين أنا شفت intervention procedure بيتعمل في حاجة كده زي بالونتين جنب بعض أو بالونة جنب دعامة اسمها kissing، اللي هي تكنيك اللي هو في منظر بتاع بالونتين بيتنفخوا جنب بعض اهو في المين برانش وفي السايد برانش. وبعدين بصيت بعد كده على المنظر الفاينل فين ال ثانية واحدة حد شايف الماوس هناك وبعد كده المنظر ايه بتاع الليجن هنبص عليه مع بعض نشوفه بصلح ولا لا. ايه رأيكم بتصلح تمام صح كده؟ يبقى اذا كومنت اون ايه bifurcation lesion between the LED and the diagonal branch. Spider view. هنا اللي هو كود spider view. Name the technique in B. This is a kissing technique for balloons or stents. Comment on the result in C. The result in C shows adequately dilated LED and diagonal branch. بحنا كده ايه؟ عملنا intervention procedure مظبوط. طيب. قصة تانية بتاع investigation مختلف. بيقول لك فيجر A بيريبريزنت ذا 12 ليد ستريس اي سي جي ات ستيج 3 بروس بروتوكول اوف ا 55 يير اولد بيشنت وذ تشست بين اند نورمال ريستنج اي سي جي. العيان بيجي لك في العياده يا دكتور والله انا بقالي شهرين ثلاثه ساكن في الدور الثالث او في الدور الرابع ابتديت اطلع السلم جيلي وجع في صدري في جنبي الشمال او في نص صدري وبيسمع في دراعي ولما بقف ارتاح شويه الوجع بيروح. عملت له اي سي جي عندك في العياده لقيته نورمال. عملت له ايكو لقيت ايجكشن فراكشن 60% ما فيهوش سيجمنتال وول موشن ابنورماليتي. انت لسه مش جاستيفايد انك تعمل في عنده قسطره. فانت بتطلب له حاجه اسمها نون انفيزيف تيستينج تو بروفوك اسكيميا. اللي هم يعني غالبا في مصر هم ثلاثه يا الاكسرسايز اي سي جي يا الراديو ايزوتوب سكان يا الدوبيتامين ايكو او الفارماكولوجيكال دوبيتامين ايكو. وبره ممكن تعمل الايه ستريس ام ار اي اللي هو جولد ستاندرد. طيب بي افتر ذا ريكفري بيريود يبقى في ايه الراجل ده كان بيجري وفي بي الراجل ده ايه ريكفر. طيب نشوف بقى ايه الابنورمال في ايه. ملاحظ انت ايه تاكيكارديا ماشي وايه تاني استي سيجمنت ديبريشن. هو طبعا لازم هو لازم يجي تاكيكارديا ان انا بمشي انا بعمل اكسرسايز تيست في ستيج 3 فانا لازم يبقى عندي تاكيكارديا. لكن اللافت نظري اكتر في 2 في 3 في 4 اس تي سيجمنت ديبريشن محترمه وفي 5 وفي 6 تي ويف انفرشن. طيب قعدت العيان بقى يرتاح في الريكفري ستيج وبسجل الثلاث دقائق الريكفري بتوعي فبصيت في بي لقيت العيان جاله ايه بقى؟ جاله رانز في تاك اكتر من 3 بيتس ورا بعض اسمهم رانز. يبقى جالي ران اوف نون سستيند في تاك. التست ده لو انت بتقول عليه كومنت هتقول عليه كومنت ايه؟ سترونجلي بوزيتيف اكسرسايز تيست. هو بوزيتيف باكتر من ملي اس تي ديبريشن بياند الجي بوينت زي ما انتوا حافظين. لا ده انا عندي هنا اس تي سيجمنت ديبريشن فاخره في ستيج 3 ولما العيان عمل ريكفري جاله اريثميا. اريثميا من المالجنانت تايب الفنتريكولار تاكيكارديا نون سستين. يعني ده يوريك انا عندي اوستيال ال اي دي ليفت مين مالتي فيسل الحاجات الخطيره في الاي سي جي. اوكي
خلينا نبص على حاجة جديدة. حلو قوي. ده بيقول لك يا سيدي ده ايكو ايكو وأورتيك ارش انجكشن اوف 3 years old patient referred to the clinic by a murmur. ده ولد مثلا كان في الحضانه مثلا في البيبي كلاس بيجري في الفسحه تعب ودوه عند الدكتور بتاع المدرسه حط السماعه سمع حاجه مش طبيعيه فقال لمامته وديه لدكتور قلب فانت حطيت السماعه سمعت ميرمر فطلبت له ايكو فده الايكو بتاعه بعد الايكو كمان عملت له قسطره يبقى في اورتيك ارش انجكشن اهو. ديسكرايب ذا فايندينجز وات از ذا دايجنوزز وات از ذا مانجمنت. انت شايف ايه هنا في الايكو ده بالظبط كده؟ برافو عليك. لما اقول لك شايف ايه في الايكو يبقى تقول لي ده حضرتك اول حاجه ده ترانسراسيك ايكو صح ولا لا؟ الفيو ده احنا حافظينه اسمه ايه الفيو ده؟ شورت اكسس فيو باراسترنال شورت اكسس فيو. بيبين ايه بقى؟ ايه الابنورمال هنا؟ هو الطبيعي ان انا لما احط كولر هنا الكولر يبقى شكله ايه؟ فين البروب؟ ما هو بروب هو النقطه الخضراء دي مش ده البروب؟ تمام. الدم لما يمشي بعيد عن البروب يدي لون احمر ولا ازرق؟ ازرق. ولما يمشي في اتجاه البروب الله ينور عليك. طيب هو الاستراكشر اللي ماشي ده ومتفرع فرعين ده اسمه ايه؟ بالمونري ارتري. ده مين بالمونري ومقسوم الى رايت وليفت بالمونري. والاستراكشر الدائري اللي ما بين الرايت والليفت بالمونري ده مين؟ الاورطة. الله ينور عليك بدايه الديسندنج اورطة. خلقه ربنا ان الدم بيطلع من الرايت فينتيكل اللي هو هنا ويمشي في المين بالمونري ارتري اللي هو كده الى الليفت والرايت بالمونري ارتريز صح؟ والدم ماشي في الاورطه راح لجسم الانسان عادي. حلو قوي. يعني الدم جاي من هنا لهنا فمدي لون ازرق. قيس فجاه انا لقيت شعله حمراء جايالي وسط اللون الازرق towards the probe of the heart. يعني اذا احنا بنتكلم انه في كونكشن ما بين هاي بريشر شيمبر اللي هو الاورطه versus low pressure chamber اللي هو البالمونري والفلو ماشي من الاورطه الى البالمونري عشان كده اداني لون مختلف لان هو لو ماشي في نفس الدايركشن من البالمونري للاورطه يبقى لون ازرق برضه. يبقى ده دم في عكس الاتجاه من الهاي بريشر لللو بريشر. حلو قوي. خلينا نجمع المعلومات دي ونسكت على كده. بصينا هنا لقينا قسطره داخله في الاورطه عملت حقنه بينت لي دكت ثم رايت وليفت بالمونري ارتري. الدكت بقى اللي بتوصل ما بين البالمونري وما بين الاورطه بيتنت دكتس ارتريوزس وتبقى موجوده في طفل سنه صغير فعلا وتعمل ميرمر فعلا وده شكل الايكو بتاعها وده شكل القسطره بتاعتها. طيب لما انا اقول لك وات از ذا مانجمنت اوف ساتش ا كيس بالظبط ذيس دكت needs to be closed. ممكن تتقفل interventionally عن طريق كويلينج او عن طريق ديفايس زي الامبلاتزر وممكن تتقفل سيرجيكالي عن طريق اكسيجن وليجيشن صح ولا لا؟ يبقى اذا انت كده السلايد معاك 100% الايكو والتشست الانجكشن والمانجمنت اوف ذا كيس. قصه سلسه وسهله جدا. خلينا نبص على حاجه تانية. اتفضل. ادي يا سيدي هولتر بتاع راجل عنده 70 سنه جايب بالبيتيشنز واتاكس اوف سينكوب. برافو عليك ممتازه. لما انا بصيت هنا لقيت ايه بقى؟ لقيت حاجات غريبه قوي. اول حاجه لقيته الريجولر يعني في حاجات اي اف وعلى رابيد ريت يعني رابيد اف ولقيت في بوز فاخره يبقى انا عندي رابيد وايرريجولر يعني رابيد اف وبوز. حلو قوي. فراجل عنده 70 سنه المرض ده كده راكب على بعضه على سن الراجل ده. الناس دول فعلا بيجي لهم حاجه اسمها سيك ساينس سندروم عشان السكليروزز والكالسيفيكيشن بتاع الكوندكشن سيستم بتاع الهارت. الراجل اللي بيجي له سيك ساينس سندروم ده بيجي له اتاكس اوف سينكوب ليه؟ عشان البوز.
حلو قوي. البوز دي هنا ربنا اكرمه بعد كذا ثانيه ابتدى القلب يدق تاني، ممكن في مره بقى تكون دي النهايه. فاذا حضرتك وات از ذا نيكست مانجمنت اوف ذا ستيب؟ بيس ميكر. برافو عليكي، بيس ميكر مش اي سي دي، لان هو مش في تاك، هو بيس ميكر. يبقى انا هركب العيان ده بيس ميكر بيرمننت بيسينج. وانتم ممتازين ما شاء الله عليكم. يقول لك this is the chest x-ray and echo of a 21 years old patient referred to the clinic by uncontrolled hypertension. حلو قوي، ممتازين 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 ممتازين. نبص على الايكو مع بعض. حلو قوي، نبتدي بالايكو كده. الفيو ده اسمه ايه؟ ترانس توراسيك ايكو Suprasternal notch view showing with color doppler showing. حلو قوي، عرفت منين ان هو Suprasternal notch view؟ هقول ساعتك. هو انا في Suprasternal notch view الهدف بتاعي ان انا اشوف اخر حته من الاسندنج او طول ارش والديسندنج او، فمنظري هيبقى كده اللي هو كده. مش بس كده، ده انا طالع مني الثلاثه ميجور فيسلز السبكليفيان والكاروتيد والانومينيت، الثلاثه هم واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة مش باين البوينتر. اه طيب، واحد اثنين ثلاثة وديستال للليفت سبكليفيان فيه ريدج. الريدج ده لما انت حطيت عليه الكلر فلو الازرق اللامينر اخضر وبين لك انه في فيلوسيتي عالي قوي عمل التربلنس بوظت اللامينر فلو الازرق اللي انت معتاد عليه خالص. والريدج ده اسمه ايه؟ كواركتيشن. طيب عملت لحضرتك اكس راي، حضرتك لاحظت فيها ايه بقى؟ الله ينور عليك، ادي واحد اثنين ثلاثه ريب نوتشز. بتيجي منين الريب نوتشز دي؟ من الكولاترز الانتركوستال ارتريز اللي بتمشي على اللور بوردر اوف ذا ريب، بتشتغل كانها كولاترال في المرض ده عشان تسبلاي الحته الديستال للكواركتيشن اللي مش وصلها دم كويس. والقصه ديك منها كونجينيتال، فباديه من ايام الريبز بتاع العيل ده ما كانت لسه كارتليج غضاريف، فالارتري عامل نوتش في الكارتليج. لما الواد كبر بقى عنده 21 سنه بقى كالسيفايد ريبز، البون بقى كالسيفايد على النوتش دي، فالنوتش دي تفضل عايشه معاك طول العمر تشوفها كساين ان الراجل ده في يوم من الايام كان عنده ايه؟ كواركتيشن with dilated intercostal arteries as collaterals in this case. طيب ايه المانجمنت بتاع الحاله دي؟ ميديكال سيرجيكال انترفنشنال، ميديكال اكونترول البلاد بريشر، وهفضل اكونترول البلاد بريشر حتى بعد ما اصلح الكواركتيشن. انترفنشنال تصليح الكواركتيشن عن طريق بالونينج او ستنتنج، واخيرا سيرجيكال عن طريق جرافتنج الى هذا الاول. زي رينال ارتري ستينوزس كده، لانه غالبا غالبا الباروسيبتورز بتبقى بتحتاج انها حتى لو انت صلحتها بتفضل الضغط برضه محتاج انه يبقى كنترول ميديكال. الله ينور عليك، وبيحصل تشينج في الميديا بتاعتها. ده سؤال بطريقه مختلفه، حاطط لك صورتين ايكو وحاطط لك حاجه اسمها انترا كاردياك بريشر تريسنج. حلو، خلينا نتكلم شويه على الانترا كاردياك بريشر تريسنج. لما تيجي حضرتك عندك قسطره جوه القلب بتقيس بيها الضغط عشان تعمل بريشر تريسنج، تمام؟ غالبا انا بعمل بريشر تريسنج عشان اريكورد حاجه اسمها بريشر جريدينت. جريدينت يعني فرق، فرق ما بين حجرتين اكروس مام او فرق في نفس الحجره اكروس ليجن وبستراكشن مثلا. حلو قوي،
يبقى انا ماليش الا طريقه من اتنين عشان اريكورد بيها بريشر تريسنج دي، يا اما احط ترانسديوسر او قسطره في كل شيمبر من الشيمبرز واقيس من هنا واقيس من هنا واطرح الفرق ما بينهم، يا اما احط لجوه القسطره لاخر حاجه جوه واسحبها بالتدريج وريكورد من كل شيمبر القسطره بتعدي عليه. الاولانيه اسمها simultaneous pressure tracing using two catheters، والثانيه اسمها pressure tracing with pull back technique. حلوه قوي، اعرفهم ازاي من بعض؟ والله اذا جالي اتنين pressure tracing في نفس الوقت يبقى انا بستعمل قسطرتين، اذا جالي pressure tracing واحد ويتغير شكله يبقى انا بستعمل قسطره وبغير مكانها. طب انا هنا المنظر عندي اتنين ولا واحد؟ واحد. واللي فوق ده الاي سي جي، يا نهار ابيض اتنين ايه؟ واحد اهو، ويف واحده، ويف واحده، وان ويف، وشكلها اتغير. اللي فوق ده رسم قلب، ما تتلخبطيش، ده اي سي جي كومبلكسات اهو. تمام. طيب رقم اتنين، معلومه اللي انا اعرفها، اعرف الشيمبرز بتاعت القلب منين؟ طيب في شيمبرز بتاعت القلب اللي جوه القلب، الاربع شيمبرز، الليفت اتريوم والرايت اتريوم والليفت فينتريكل والرايت فينتريكل، فيهم حاجه اسمها سيستول وحاجه اسمها الدايستوليك بريشرز بتاع كله كام؟ صفر. الله ينور عليك. يبقى لو انا جوه القلب الدايستوليك بريشر لازم يطلع زيرو. الله ينور عليك. السيستوليك يطلع زي ما يطلع بقى، 120 130 180 هو نصيب. إذا ظهر عندي رقم في الدايستوليك بريشر 80 أو 90 أو 100، يبقى أنا موجود فين؟ في الأورطة. لأن أنا لما بقيس الضغط من إيدي يطلع 120 على 80، الدايستوليك ده جاي من الريكويل بتاع الأورطة، يبقى أنا أي كروس ذا أورتيك فالف. لكن لو أنا بقيس جوه القلب أطلع 120 على زيرو. حلو قوي. طب أنا قست هنا يا باشا وأنا طالع لقيت 200 على زيرو، 200 على زيرو، 200 على زيرو، 200 على زيرو، بعدين 120 على زيرو، 120 على زيرو، بعدين 120 على 100، 120 على 100 يبقى انا دخلت فين؟ الله ينور عليك. 120 على زيرو يبقى انا جوه، و 240 على زيرو يبقى انا جوه، يبقى انا عندي جريدينت انسايد ذا ال في كافيتي. دي المعلومه اللي انا اقدر اخدها بريشر تريسنج. ابص بقى على الصور، مين في دول يعمل لي جريدينت انسايد ذا ال في كافيتي؟ الصوره بتاعت ايه؟ سوري، الصوره بتاعت ايه؟ مبينه لي ثيكند كالسيفايد ستينوتيك اورتيك فالف، يبقى ده فالفولر. الصوره بي مبينه لي نورمال اورتيك فالف، وتحت الفالف ايه؟ سب اورتيك ميمبرين جوه ال ال في كافيتي. يبقى دي تفسر الجريدينت اللي ظاهر معايا فين؟ جوه ال ال في كافيتي. يبقى اما يقول لي ويتش ايمج كورليت مع الانترا كارديك بريشر تريسنج، ايه ولا بي؟ بي. فهمتوها؟ دي فوق فالفولار اورتيك ستينوزس، هيديني معاك 240 240 200 لغايه الاخر، 240 على زيرو، وبعدين 120 على 100. لو انا هتكلم على فالفولار ستينوزس، معانا صوره ثانيه فالفولار ستينوزس هتشوف. طفل صغير عنده 8 شهور جايب مرمر، الله ينور عليك، في اس دي بس واس دي بس، الله ينور عليك، برافو عليك. شوفوا حتى انتوا بتلقطوا المعلومه ايه؟ بالتدريج، بتكونوا الصوره بالتدريج. انا عايزك تفكر في الامتحان كده بالتدريج، ايه ده؟ في اس دي بس؟ لا ده في اس دي وكمان مايترال ايجرج، الثلاثه دول على بعض اسمهم ايه؟ اندوكارديال كوشن ديفكت. في طفل عنده 8 شهور ايوه بيجي، ايوه صح، يبقى القصه ماشيه مع بعضها. واتس ذا نيكست ستيب ان ذا مانجمنت؟ سيرجيكال ريبير. برافو عليك، حلو قوي. ده اي سي جي
the hemodynamic tracing before and after a procedure. هنا بقى اتنين كاثيترز ولا وان كاثيتر؟ اتنين. شفتي بقى هنا رسمتين باينين ازاي؟ اتنين كاثيتر. حلو قوي. 200 على زيرو ماشي، ومية الله ينور عليك، وبعد الانترفنشن 200 على زيرو. يبقى انا كان عندي ايه؟ كان عندي فالفول. طب واحد هيقول لي طب ما هنا يا دكتور محمد وهنا يا دكتور محمد، انا ارد عليه اقول له ايه؟ مش هنا لا ده الله ينور عليك. ده ستون، اصل هو في 200 على زيرو و120 على 80، فال80 موجوده في الدايستول سواء في اورتيك ستنوزز او ما فيش، لكن الفرق ما بين ال200 وال100 اللي هم ال100 مليمتر ميركوري بتوع الاورتيك ستنوزز كانوا هنا موجودين وهنا راحوا فين؟ اختفوا. يبقى انا صلحته. حلو قوي. عندنا مرض اسمه اورتيك ستنوزز، والمرض ده بيتعمل له بروسيدير عشان يتعالج، انترفنشن اسمه ايه؟ تافي. اسمه تافي. ممكن واحد قال لي لا والله ده بالون اورتيك دايلاتيشن، والله ممكن برضه مش هختلف معاك يعني. عملت انترفنشن، وهذا الانترفنشن ادى الى انه جريدينت اللي كان موجود اختفى. عايزين نعدي سريع، احنا دايما بنسمع ان احنا ما نحاولش نزود الجريدينت خلاص بعض او السيماتيك بعض. اللي انا فاهمه ان الدونات فيز جريدينت انك ما تزودش اللي هو انا مش فاهم السؤال. السؤال يعني ايه ما زودش؟ هو انا في طريقه ازود بيها جريدينت؟ فرق جريدينت هو فرق بالبريشر بيفور اند افتر الفالف. لو انت قللت البريشر افتر ذا فالف جريدينت واتس باد ان فيزيك. لو انت قللت البريشر افتر ذا فالف جريدينت يقل مش يزيد. انت كنت عندك 200 و100 بقى 290 بقى 290 يبقى 100 يبقى 110 فرق. انت كانك بالظبط عندك انا اورتيك ستنوزز واديته اي سي انيبيتورز. ما ينفعش، ما هي اصلا هايبو برفيوجن. انه عيان ده هايبو برفيوزد. ليه هايبو برفيوزد؟ الضغط الدم محبوس جوه. فانت لو اديت فازو دايليتورز زي نايتريتس مثلا، بدل ما يبقى السيستوليك بريشر بتاعك 100 هيبقى السيستوليك بريشر بتاعك 80. الله ينور عليك. فين البروب؟ اهو، برافو عليك. الشمبر ده مين؟ حلو قوي. الشمبر ده الصوره يا فندم، هو عاكس الصوره. لو المعدول بتاعها ايه؟ لا لا ده لو المعدول بتاعها ايه؟ انت قلت هو عاكس الصوره، انت بتفكر مظبوط. قول لي البروب. البروب جه هنا في الركبه. هو ده ايه؟ الايكو ده ايه؟ ترانسوسوفيجيال، صح. لو انا ترانسوسوفيجيال ايكو، الشمبر لازق في بروبي يبقى مين؟ ليفت اتريوم. بالراحه بس اشرحها لك بقى. اوسوفيجس. فين نايمه فين؟ ورا على الفيرتبرا قصادها على طول مين؟ ليفت اتريوم. يبقى لو انا بعمل ترانسوسوفيجيال ايكو، البروب يظهر قدامه مين؟ ليفت اتريوم. حلو. في ايكو بيتعمل في كتاب الايكو، اعمل بروب الاقي رايت اتريوم سب كوستال، ماشي صح. بس بروب حته كبده رايت اتريوم، صح؟ ده انا حتى بشوف الرايت اتريوم من خلال حته الكبده، صح ولا لا؟ لازم ابقى بروب حته كبده رايت اتريوم. لا ده انا بروب رايت اتريوم انترا كارديا. ده كانه قسطره، ده كاني داخل من الفيمورال فين ثم انفيرو فينا كافا ثم رايت اتريوم، صح ولا لا؟ فاول فيو عندي اول لقطه هو الرايت اتريوم ثم انتر اتريال سيبتم ثم ليفت ايه؟ اتريوم. لقيت انا بقى في الانتر اتريال سيبتم في ايه بقى؟ ديفايس. الله ينور عليك. ديسك ديفايس. في مرض عندي في الكارديولوجي بعمل له ديسك ديفايس اقفل بيه الانتر اتريال سيبتم؟ اس دي وبيتنت فورم اوفال. في بعض الناس بيجي لهم ريكارنت ستروك، صح ولا لا؟ يبقى انا ممكن اعمل كده. يبقى الطفل اللي عنده 18 شهر دون كان عنده ايه؟ اس دي، وانا عملت له ديفايس ايه؟ كلوجر. الله ينور عليك. بيجي كده اسكت؟ بس
مفيش انا عارف كان سبيك تراكنج وبعمله بينك واظبطها لك لازم يكون في نص دايره اللي يقول لك مش كده ولا ايه؟ لقطه بتاعه الطوارئ دي عيان بينهك ضغط واطي مش قادر ينام على ظهره عملت له ايكو لقيت سوينجنج هارت وعندك كولابس كمان موجود يبقى ده ماسيف بيركارديال افيوجن وذ كاردياك تامبونات ايه باي ايكو. طيب امال انا لما عملت الاي سي جي لقيت ايه؟ الترنانز واحده كبيره واحده صغيره مع السوينجنج. لو الالكترود بتاع الاي سي جي هنا لما الايبكس بيجي قريب من الالكترود يديني كومبلكس كبير، الايبكس بعد عن الالكترود يداني كومبلكس ايه صغير اسمه الكتريكال الترنانز. حلو قوي. امال انا لما بعمل له قسطره بلاقي حاجه اسمها سكوير روت ساين او ايكوالايزيشن اوف دايستوليك بريشرز برضو، ولما بياخد ريسبيريشن بيبقى عنده حاجه اسمها ايه؟ الله ينور عليك. اتفضل توضح لنا دي بقى معلش. حاضر دي بتاعت الانسبيريشن ولا بتاعت ال طيب مع حاجه حاجه. ادي الماسيف انفيوجن اهو تمام، وادي الكولابس في الرايت اتريوم خلاص. يبقى ده كده ايه؟ ماسيف انفيوجن وايه؟ ده كده التامبونات والتامبونات واحده كبيره واحده صغيره تمام. الكتريكال الترنانز ايكوالايزيشن اوف دايستوليك بريشرز عند 20 عشان السائل ده ضاغط بيحوش الدايستوليك فيلينج، عشان كده عن الماسيف افوجن بيجي له هاي بوتنشن وكولابس ما بيملاش في امبيرمنت للدايستوليك فيلينج. حلو قوي. اخذنا الاسبيريشن، اخذنا الاسبيريشن المفروض يحصل ايه؟ يقل زاد هنا زاد تمام. ايه اللي المفروض يقل وايه اللي المفروض يزيد؟ قول لي انت. الرايت اتريال بريشر هيقل مع الانسبيريشن. ده لو البريكارديوم ماله؟ لو بريكارديوم نورمال. انا خدت انسبيريشن فالرايت اتريال بريشر حصل فيه ايه؟ لفوق. ليه؟ علشان المفروض بالظبط انه الساك ده ضاغط على القلب فمش عارف يملى، فالفينوس ريتين اللي بيزيد ينطر فين؟ في النيك فينز. يديني ايه؟ فهمت؟ برافو عليكم. ركز معي كده، ركز معي شوية. This is the 12 lead ECG of a 30 year old female who presented to the ER with sudden attack of chest pain and a يعني دي بنت عندها 30 سنة جاية بتشست بين ودسنيا. انت عملت لها اي سي جي وسي تي وفي واحدة من السي تي تمشي مع الاي سي جي واحدة ما تمشيش. الاي سي جي فيه ايه؟ ساينس تاكيكارديا. وايه تاني؟ واس 1 وكيو 3 وتي 3. حلو قوي. في بنت عندها 30 سنة وبتنهج، ولا الراجل عنده 70 سنة وجع في صدره؟ بنت عندها 30 سنة وبتنهج واي سي جي ساينس تاكيكارديا واس 1 كيو 3 تي 3 تفكر في ايه؟ بالمنظر امبوليزم. حلو قوي. عندك سي تي نمبر ايه؟ ده في رايت بالمنظر، فيها بالمنظر امبوليس ما شاء الله قد البيضه اهي. وفي بي ده سي تي تاني خالص واحد عنده اورتك دايسكشن. مين في دول يمشي مع القصه دي؟ الله ينور. ممتازين. الراجل عمل استنت وجايب لك صوره القسطره بعد الاستنت اهو، كان فيها ابنورمالتي وعمل استنت هنا، عمل استنت هنا اهي، ظهر ابنورمالتي هنا هيزنس. راح الراجل عمل ايفوس. تفهمش في الايفس ولا الراجل عمل ايفس. لما عمل ايفس ادي القسطره اللي جواها البروب تمام، وادي الايدج بتاع الاستراس بتاع الاستنت تمام. وعندي ايه بقى هنا؟ فلاير. في هيزنس هنا، ولما انا جيت بالايفاس على الايدج بتاعت الدعامه لقيت ايه؟
دايسكشن فلاي. هو في الايفس انا متخيل ان انا ببص قدام الايفس انت جوه نفق وانت في النص راكب عربيه جوه النفق وبتبص يمين وشمال يمين وشمال وفوق وتحت دايره حواليك كده. اوكي غير ده هو الديستنت. انت واقف على الحته الهيزي وبتبص لقيت ايه ايدج دايسكشن. الايفس ده بيبقى فيلم فيديو فبتدخل البروب جوه الارتري وتسحبه بسرعه ثابته ياخد صور 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 يطلع تبقى فيديو. بعد ما تحط بقى البروب خالص تقوم باصص على الشاشه اقف في الحته دي كده. طب اعمل لقدام شويه لورا شويه ادي الايدج بتاع الاستنت وادي ايه الدايسكشن. اذا هو يبص لقدام ولا يبص للمكان اللي هو فيه فقط الله. اللقطه بتاعت الصوره هي اللحظه اللي انت واقف فيها. هو بيمشي ازاي وهو عامل زي العربيه بيخش لاخر النفق ويرجع مرشديه اسمه ايفاس ويف بول باك تكنيك. جيت سعادتك بقى لقيت ايدج دايسكشن وات از ذا نيكست ستيب ان ذا مانجمنت. الله ينور عليك. اوفرلابنج ستنت تو كفر ذس اي دايسكشن. راجل عنده 70 سنه بيجي له ليفت كاف كلوديكيشن افتر 100 مترز اوف ووكينج. بيجي له فين كلوديكيشنز؟ كاف. كاف كلوديكيشن يبقى الاوكلوجن فين؟ في الدورسال سبيدس ولا فوق؟ فيمورو بوبليتيال صح؟ صح كده؟ ولا ايليك؟ لا امال لو ايليك هيجي فين؟ في الثاي او في الباتوكس. برافو عليك تمام. يبقى انا لما ابص كده هلاقي واحد هنا بقى في ايه؟ الاوكلوجن فين؟ ده الاورطه وده الكومن ايليك. الاوكلوجن هنا كومن ايليك ده ما يعملش كاف بي. طب بي ادي الفيمورال وادي الاوكلوجن وادي الكولاترالز. يبقى ده ايه؟ فيمورو بوبليتيال اللي هو عامل الكاف كلوديكيشن. طب لو قال لك وات از ذا نيكست ستيب ان ذا مانجمنت؟ ميديكال سيرجيكال انترفنشن. سيرجيكال باي بوس. انت جراح الراجل بتاع قلب. ميديكال سيرجيكال انترفنشن. ميديكال stop smoking start walking statins. برافو عليك. anti platelets. اثنين interventional dilatation stenting. ثلاثة surgical bypass. برافو عليك ممتازين ممتازين ممتازين. يلا سي تي سكان. برافو عليك. ده اسمه سي تي سكان وال3 دي ريكونستراكشن. تمام. ايفار. برافو عليك. ايفار. ايه الايفار ده يا اولاد؟ ستنت في الاورطة. طب ليه ما تبقاش تي فار؟ الله ينور عليك. تي فار ده بتاع الثراسك. الايفار ده بتاع الابدومينال. اكتر حته بتيجي فين؟ سوبرارينال ولا انفرارينال؟ انفرارينال. يبقى في عندنا ايتم كده لما نيجي نذاكر اسمه انفرارينال ابدومينال اورتيك انيوريزم. انفرارينال ابدومينال اورطة واتعمل له ايه؟ ستنت اهو اسمها ايفار ستنت. انتوا ممتازين جدا. لا هتنجحوا دي مالهاش علاقه. انتوا ممتازين مش ممتازين. انتوا ممتازين يعني انا بجاملكم يعني ما تروحوش بيتكم زعلانين لكن تنجحوا دي قصه ثانيه خالص. باي فوركيتنج ستنت بتيجي الستنت في الابدومينال اورطة والاثنين ايلياكس. بتيجي شكلها ازاي؟ بتبقى ستنت بتو كاليبرز واحده كبيره للاورطة وبعدين صغيره في الايلياك وفي فتحه قدام الايلياك الثاني بتقوم داخل بالستنت الثانيه جواها.
يبقى كانك نزلت بوسط البنطلون ورجل من رجول البنطلون لوحدها وبعدين شبكت رجل البنطلون الثانيه ايه جواها. انت قصدي عشان انت تفتكر هيركبها ازاي، هيركبها ازاي لو هو داخله بالرجلين وهو داخل في بانكشر واحد من فيمور الواحد، هيركبها ازاي؟ لازم تبقى كده. اتنين عيانين عندهم تشيست بين اون اكزيرشن، عملوا قسطره ما فهمناش منها حاجه، عملوا انفستيجيشن تاني اسمه ايه الانفستيجيشن ده؟ اف اف ار فراكشنال فلو ريزيرف. ده بيتعمل ازاي ده؟ يعني ليه في اتنين بريشر تريسنج قدامي؟ قبل وبعد ايه؟ الاستينوزس يا راجل، قبل وبعد الليجن، واحد في الاورطه والتاني ديستال للديستال. حلو قوي، هو البيز لاين اللي هو فكنترول بتاع الجراديانت. الله ينور عليك، بتعمل هايبريميا. يبقى الرسمتين دول هي رسمه قبل الهايبريميا ورسمه بعد الهايبريميا، ولما تقسمهم على بعض تجيب الريشيو، طلعت الريشيو دي اكتر من 0.8 يبقى انت حلو ولا وحش؟ حلو. اقل من 0.8 يبقى انت في مشكله. وعملنا القصه دي ففي واحده طلع فيها بيفور اند افتر هايبريميا 0.83 وفي واحده ثانيه طلع 0.69. مين فيهم هيحتاج يعمل ريفاسكولاريزيشن؟ تعمل هايبريميا ازاي؟ ازاي؟ ما ذاكرتش الحته دي لسه. ادينوزين، ادينوزين بتدي بولس اوف ادينوزين انجكشن انترا كورنر. اوكي تمام. نعم مش فاهم ايه الرسمه نفسها، مش فاهم. طيب بص يا سعاده الباشا، الرسمه الخضراء بتتكون من ويفز ومين. حلو، الويفز طالعه ونازله، والمين هو الخط الاخضر اللي في العرض اللي في النص. الويف الحمراء هي ويفز ومين. اوكي، وبعدين الريشيو الرقم اللي بيطلع مديك 73 احمر 50 اخضر، قسمتهم على بعض طلعوا 0.69 يبقى ده الاف اف ار. الرقم بتاعك الاف اف ار ريشيو هو 0.69، يعني لما الكورنريز كانت ماكسيمالي دايليتد فيرسس الكورنريز ما كانتش ماكسيمالي دايليتد كان الفرق ما بينهم 0.69. تمام، وده رقم قليل لان لو انا طبيعي المفروض ابقى 1 على 1 النتيجه تطلع 1، 100 على 100 تساوي 1، لكن لو انا عندي ديزيز فانا ببقى 60 على 100، 70 على 100، 80 على 100، 90 على 100. انهي رقم من الارقام دي خليني اعمل ريفاسكولاريزيشن؟ 80 على 100 واقل. لو انا جايب اكتر من 80% اكتر من 0.8 يبقى اذا انا مش محتاج اعمل انترفنشن او سيرجري فور ريفاسكولاريزيشن. لكن لو انا اقل من 0.8 يبقى انا عندي مشكله كبيره محتاجه يتعمل لها ايه؟ ريفاسكولاريزيشن. دكتور اكتب مالي كانتر خلي كريستينوس والبوستينوس، دي الفقره اللي مش فاهمها. بس انا ما قلتش ان انا احط قسطره بيس نوز وبوستينوز، انا ما قلتش الكلام ده. لا لما نام حصل ديبريشن. ما قلتش احط قسطره بيس نوز، احط قسطره بيس نوز وبوستينوز ازاي؟ لا اوكي سؤالنا كيف بتقيس؟ ازاي بتقيس؟ التكنيك بتاع القياس، الجهاز بيقيس ما بين ترانسديوسر في الاورطه والبريشر بتاع القسطره. يعني ده واير. ده واير فين بقى؟ هو قصدي الاستروز بعد ولا قبل الاستروز؟ ايوه الواير بيقيس ديستالي. يعني ندخله كده؟ ايوه الواير. فاهم يعني بوست بيقيس. وبالنسبه للايوت. حلو، الكلام ده كله بيتعمل بيفور اند افتر هايبريميا، مش بيفور اند افتر ليجن. لا لا بيفور اند افتر هايبريميا. الله ينور عليك، وبعدين يديك رسمه خضر ورسمه زرقاء. الحمراء شفت في الايوتا. افتر هايبريميا الحمراء افتر هايبريميا والاخضر بيفور هايبريميا، مالهمش دعوه بالاورطه. انت مالكش دعوه بالاورطه، الجهاز بيحسب الرقم اوتوماتيك، بيديك 70 اهو و50
73 و50 ما بين الاورطه وما بين الديستال بيفور اند افتر هاي بريميا. هاي بريميا بس دايما البي اكتر لذيذ معنا الكروناري في البي أيوة. ما هو حد قال ان احنا بنحط دعامات على ده؟ احنا هنا في الثمانينات، هنا في 2017 خلاص؟ معنا حد دخل الدكتور البتول كله ماجستير صح؟ في حد تاني دكتوره؟ ما زمالك ده ماجستير. زمالك ايه؟ حضرتك دكتوره؟ زمالك اي بي اس ما عنديش ولا سلايد اي بي اس النهارده. انا مش بتاع اي بي اس اصلا. طيب ماشي. اتسيب. ايه؟ اتسيب. اتسيب؟ يعني ايه اتسيب؟ بالعكس احنا عايزين حاجات نون اي بي اس. مدارك توسع. شفتوا دي جيب طريقة مختلفة بقى لها 65 سنة داخل الـ ER بـ Severe Chest Pain. ماشي. دي بنت عندها 25 سنة جاب Palpitations ثم Syncope. نارو كومبلكس نارو كومبلكس نارو وايد كومبلكس. مين بيقول نارو كومبلكس غير الدكتور؟ مين بيقول وايد كومبلكس؟ كله وايد صح. وايد كومبلكس وايد كومبلكس يبقى وايد كومبلكس تاكيكارديا. ريجولار ولا ريجولار؟ ريجولار. ايه اللي بيعمل وايد كومبلكس ريجولار؟ اف اف على ايه؟ بري اكسايتيشن. الدلتا ويف اهي باينه مش باينه. انت راجل بتاع اي بي اس. الدلتا ويف اهي في يبقى بري اكسايتيشن دلتا ويف وايد كومبلكس ايريجولار تاكي كارديا هارت ريت 300. وات از ذا ايميديت مانجمنت؟ دي سي شوك ست عندها سينكوب. واتس ذا نيكست ستيب ان ذا مانجمنت؟ ابليشن اوف ذا اكسسوري باثوي. ده انديكيشن للابليشن اوف ديزل باس اللي يجيله اي اف على رابيد ريسبونس. ده انديكيشن برافو عليك. This is the ECG and the rhythm strips for 70 years old gentleman presented to the ER after syncopal attack with spontaneous recovery. What's your diagnosis? Two to one. طيب انزل معايا تحت كده في الستريب وبص. Two to one. First degree. Second degree Mobitz type 1. Second degree Mobitz type 5. Fifth degree Mobitz type 7. طيب بصوا يا شباب. ادي بي كومبلكس تي بي كومبلكس تي بي كومبلكس تي بي مفيش كومبلكس ما فيش تي بي كومبلكس تي بي كومبلكس تي بي كومبلكس تي بي كومبلكس تي موبيتس تايب اي الله ينور عليك. شو انت باخد ده بروجريس برولونجيشن؟ هو في هنا بروجريس برولونجيشن؟ ده هنا كله زي الفل اهو ما فيهاش حتى فيرست ديجري. ده البتاع والمكعب في مكعب كبير ممتازين. What is the next step in the management? Pacemaker. مين اللي كان بيسأل هننجح؟ انتم ممتازين. طيب
نعم. طب وانا افرق ليه لو يعني هو وينج باك او مونكس تايب 2؟ ايوه. سكند ليه مونكس تايب 2؟ ايوه. وده مثلا سيمبتوماتيك وده سيمبتوماتيك يعني. ايوه. ان انا اعرف الفرق. أيوة. يعني طبعا هي ميك في ديسيجن ميك. طبعا هي ميك في ديسيجن ميك. انت عايز توصل لمرحله انه موبل ستايب 1 يبقى زي موبل ستايب 2؟ هيركب بيس ميكر بس انت تبقى عارف انه دي سي جي. انت عارف انت عامل زي ممكن واحد يقول لك ايه انا شايف اس تي اليفيشن انفيرو انتيرو مش فارق انا داخل اعمل قسطره. لا فاهم فاهم قصدي يعني فاهم. This 42 years old lady has been complaining of repeated attacks of dyspnea and palpitation after procedure done 2 years ago. ستي دي ركبت ايه؟ pacemaker spikes باينه VVI pacemaker انتهائي لان انا شايف spike واحده وspike واحده يتبعها complex فهي ventricular spike. شغال كويس ولا مش شغال كويس؟ مش شغال كويس ليه؟ spike complex t مين اللي بيقول مش شغال كويس؟ v1 ماله v1 مش شغال؟ فاصل. امال ايه السبايك دي؟ صغيره. فيبقى مش شغال كويس نكبرها يعني. قسم الجهاز العضلي والكبد منتدب معانا يا جماعه. بيس ميكر سندروم دكتور؟ ايوه بيس ميكر سندروم يا دكتور. سبايك شغاله قبل كل الكومبلكسات، كومبلكسات كلها ريجولر نازله مع بعض في نفس الوقت. هارت ريت مفيش حاجه يعني. يعني لو انا هقول عدم الشغال كويس يبقى انا يعني حلو قوي. What is the cause of her complaint؟ الست دي بتشتكي من ايه؟ ديسنيا. ليه الناس اللي بيركبوا في في اي بيس ميكر دول بيجي لهم ديسنيا؟ دايليتد كارديو مايوباثي. بيس ميكر ميديتد كارديو مايوباثي. علشان اشرحها لي كده يا دكتور. ليه؟ بتعمل رايت فنتريكولار ديسنكولار. بتعمل رايت فنتريكولار ديسنكولار. كده يحصل لونج ران. طيب الست دي بتقول لك ذا بروسيدر واز دان 2 ييرز اجو فلونج ران مش ماشيه معايا قوي. فكرني في سبب تاني مكتوب في الكتاب برضه. بيس ميكر سندروم. برافو عليك ممتاز. الدكتور قاله اللي هو ايه؟ الله ينور عليك. انا عندي اتريم يا جماعه شغال حلو قوي بالبي ويفز بتاعتي وفنتريك القرارات ان انا برمجه على البيس ميكر. فمن حين لاخر الاتريم بيكونتراكت اجينست كلوزد ميترال فالف. الله ينور عليك. يبقى انا ارفع البيس ميكر اعمل له ابجريد لدول شيمبر بيس ميكر. الاتريم يكونتراكت المايترال فالف يفتح الفنتريكل يملى المايترال فالف يقفل الفنتريكل يكونتراكت امشي بالنورمال كاردياك سيكونس البيس ميكر سندروم بتاعي هيختفي. صح كده؟ برافو عليكم. شفناها صح؟ الايكو بتاع الواد اللي عنده 3 سنين بتاع الباراسترنال شورت اكسس بتاع البيتن داكتس ارتيريوس. وشفناها برضو بتاعت الماسيف بيركارديال افيوجن وذ كاردياك ايه؟ تامبونات. طيب ده راجل عنده 25 سنه جاي لك بالايكو بشورتنس اوف بريث اند ميرمر. حلو قوي. ده باراسترنال ايه؟ لونج اكسس فيو اوف ذا ترانس ثوراسيك ايكو شوينج ايه؟ اسيمتريكال هايبرتروفي اوف ذا سيبتم اند ذا بوستيريور وول انديكيتنج ذا بريزنس اوف هايبرتروفيك كارديومايوباثي اتش سي ام ولا اتش او سي ام؟ الله ينور عليك. انا ما عملتش جريدينت عشان اقول اتش او سي ام فهو اتش سي ام. انتوا ناس ممتازين.
مستواك ومستوى الاتحاد. خلينا مش هنذاكر يفوق العالمية يا باشا. تذاكر ما تذاكرش الموضوع ده مش فارق خالص. حابب اقول لحضرتك المشكلة بيند ان انت تذاكر بيند. مشكلة اكبر مني ومنك. مشكلة في الامتحان نفسه. هتنجح يا باشا طبعا. الله ده انت في مصر ام الدنيا لازم تنجح. تحت مصر. يلا باشا. التكنيك ده اسمه ايه؟ هنا بقى انا جوه الاسوفيجس. فالتروب اول حاجة بتبقى موجودة لازم التروب هو الليفت ايه؟ الليفت اتريم. يبقى ده ليفت اتريم. وده ليفت فينتيكل وده رايت اتريم وده ايه؟ وعندي بطاطا لايك. شبكة فين؟ في الانتر اتريال سيبتم. ودي ست صغيرة. بتشتكي بريبيتد سينكوبال اتاكس والاي سي جي نورمال عشان ما حدش يقول لي الا تكون اي اف وسبري اكسايتيشن. يبقى الفيديو ده فيه ايه؟ الله ينور عليك ممتاز. يجي لهم حاجه اسمها بوستشرال سينكوب تغير وضعها لما البطاطا تقفل الميترال فالف مفيش كاردياك اوتبوت يجي لها ايه؟ سينكوب. البطاطا تبعد عن الميترال فالف. اسمه لا بلاتيبنيا دي ديسنيا بوستشرال ديسنيا لكن دي بوستشرال سينكوب مش بوستشرال ديسنيا. جات لك غلط كدكتور قلب دي. انت مالك ومال الكلام ده؟ انت راجل بتاع اي سي جي واساطر. حظك العاثر انك قاعد في الطوارئ. فراجل خبطته عربية وجالك شوكت. تعرف تعلق على الاكس راي؟ الله ينور عليك. وايه تاني؟ ممتاز. ريبز مكسرة ايه ما شاء الله مفشفشة خالص. وهيموثوركس ولونج كولابس. ممتازين. حتى بره الكارديولوجي شاطرين. دي علامة من ربنا ليكم. كارديولوجي؟ لا. دي علامة. علامة. واحدة تانية اهي. تشيست اكس راي بتاع 28 سنة بتنهج وعندها تشيست بين. لقيت ايه في الاكس راي؟ ويدج شيبت اوباسيتي في الرايت ميدل لوب. ايبكس. ايبكس تو ذا هايلم. بيز تو ذا اوتسايد. ممكن تبقى نمونيا لوبر نمونيا صح؟ لوبر نمونيا. ممكن لوبر انفاركشن صح ولا لا؟ صح. الله ينور عليك. وانا ملاحظ ان انتوا لما بتطلعوا بره كارديولوجي تبقوا شاطرين. وانتوا لسه في بدايه الطريق. فدي علامه. لا بدايه طريق كارديولوجي بعد سن 52. يعني بعد سن 52 بتلاقي نفسك في الكارديولوجي. تحت سن 52 بتبقى لسه اندر تريننج. طيب. This 58 years old gentleman has been complaining of exertional chest pain despite medical treatment. بص على الدايره. برافو عليك. ايه العظمة يا جماعه. مش ممكن احنا نفتح سنتر ثانيه ونشغلكم فيه بقى. دايره كامله 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 كامله. وبعدين في الاستريس ابتدت تتقطش معايا صح؟ انتيريور وسيبتر وفي حته في الانفيريور. طيب اما انا ابص هنا بقى كامله 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 كامله. ايبكس ايبكس والحته اللي لازقه في الانتيريور والحته لازقه في الانفيريور اللي ريليتد للايبكس. بصيت هنا ايبكس وسيبتم. ايبكس وسيبتم حلوه. يبقى ايبكس وسيبتم وانتيريور. في ارتري غزي دول ال دي. ال دي طبعا لسه. الله ينور عليك. وات از ذا نيكست ستيب؟ كورنر انجيو. وات دو يو اكسبكت تو فايند؟ اليجن ان ذا ال دي. برافو عليك. طبعا في علامات اهو. اهي يا باشا. اهي يا باشا علامات.
سبون فيدنج. سبون فيدنج بالظبط. سبون فيدنج ده بوت فيدنج ايه سبون لا مش عجبان انا لا معاك تعجبكم انتوا طعم حلو. This is the CT and the angiography. يبقى فين CT وادي الانجيوغرافي. Of a 67 years male with calf pain on walking 30 meters. Describe the findings and the diagnosis. قلت يا دكتور بوبليتيال انيوريزم. برافو عليك برافو عليك. بوبليتيال انيوريزم دي ني جوينت. واحد هيقول لي بوبليتيال يبقى تحت، ده انا هقول عليه لور فيمورال انيوريزم، مش هختلف معاك. لور فيمورال انيوريزم ماشي، بوبليتيال انيوريزم ماشي، وفي السي تي باين اهو اهو قبل الانتيرو تيبيال والبوستيرو تيبيال. حلو قوي. الحته دي بيجي فيها انيوريزمات يعني لما بنيجي ذاكر الشابتر بتاع بريفرال اتيزم ما بنذاكروش في توبول ده. في شابتر اسمه بريفرال اتيزم ما بنذاكروش، في باراجراف مكتوب كده اسمه بوبليتيال انيوريزمز، والباراجراف ده تلاقيه متكرر في الشابتر بتاع الاورتيك انيوريزم اللي انت ما بتذاكروش برضو في اخر صفحه خالص اذر سايتس اوف انيوريزمز رقم 3 بوبليتيال انيوريزم، وفي باراجراف كده مكتوب ابقى اقراه. الناس دول بيجي لهم ايه؟ بيجي لهم كلوديكيشن بينز اون ووكينج. والبوبليتيال انيوريزم اهميته ايه؟ بيرابشر. فمهم ان احنا نعالجه. نعالجه ازاي؟ يا دي النيله على السيرجيكال. انتوا جراحين ميديكال سيرجيكال انترفنشن. ستوب سموكينج، ستارت ووكينج، استاتينز، انتي بليتلتس. ادي ميديكال. انترفنشنال ممكن ده يتعمل له حاجه اسمها جرافت ستنت، تقفله خالص وتسيل الانيوريزم شبه الايفار كده. اخر حاجه خالص سيرجيكال ريسكشن از مسؤول ليكلوديكيشن. هو ده يعمل بريفرال اسكيميا ولا ما يعملش كومبريشن على ايه؟ لا هو الله ينور عليك البلاد فلو اصلا من الانيوريزم مش كويس، مش عيان الاورتيك انيوريزم بيجي له اسكيميا وممكن يجي له ستروك. كتير جدا بيجي لهم ستروك حتى لو ما فيش ميورال ثرومبس، حتى لو ما فيش مش شرط يبقى في ميورال ثرومبس. اسكيميا تمام. ايوه استغفر الله العظيم. This patient underwent an apparently successful PCI procedure. حلو قوي. طلعت من اوضه القسطره وبعد فيو اورز جاله سيفير تشيست بين. دخل اوضه القسطره تاني عمل انفستيجيشن ده تاني وطلع عنده حاجه استنت ثرومبس. طيب الدنيا ماشيه ازاي؟ الدنيا ماشيه بمشيئه المولى سبحانه وتعالى. ادي الارتري اهو وادي الاستنت. الله ينور على سعادتك. الارتري اهو والاستنت اهي. ده ارتري مثلا يعني 3.5 حطيت جواه استنت 2.75. هي بوزيشن على ناحيه وفي جزء سوبيريور مش بوزيشن. رحت انا مدخله عملت حاجه اسمها فاكرين الكلر اللي بنحطه في السونار الكلر دوبلر؟ مش الايفاس ده سونار؟ مش ايفاز دي اختصار انترا فاسكولار الترا ساوند يعني بروب يعني ممكن احط عليه كلر اسمه كروما فلو. كروما فلو حطيت كروما فلو لقيت في بلاد فلو ما بين الاستنت وما بين فلو. جوه الاستنت ده طبيعي في جاب. جوه الاستنت ده طبيعي ان يبقى في فلو، لكن ما بين الاستنت والرول في جاب. يبقى الاستنت دي اذا مان اوبوزد استنت عالجها ازاي؟ تحط جواها ستنت تانية، تجيب بالونة ماتشنج السايز بتاع الفيسل وتكبر الستنت دي تعمل لها اول ابوزيشن. مال ابوزيشن مال ابوزيشن مش مال بوزيشن. ابوزيشن يعني انا ابقى تاتشنج ذا فيسل وول. اوكي؟ ما جالوش ترومبس ليه عنده فين؟
تمب ستاجنيشن ابو سلو فلو نورمال كورنرز ما عندوش ترومبس بيجي له بين صح؟ عارفينها؟ عارفينها وشفناها. نعم. الصوره اللي كانت على longitudinal section ده transverse section اهو ده longitudinal section اهو ادي الستيل وادي الوول وادي الفلو هولتر 59 سنه سينكوبال اتاكس تمام عنده ايه الهولتر ماشي ازاي حد يشرحه لي الهولتر ده ماشي ازاي يعني ولا ده 12 ليد سيرفيس اي سي جي ده ولا ايه الله مين الراجل الطيب ده يا سيدي الله يفتح الله يفتحها في وشك يفتح لك ابواب الرزق يا رب يا قادر يا كريم بص يا باشا تو شانلز هولتر هم مكملين معايا يبقى انا لما اقرا هولتر اقراه كده 2 2 وفي حاجه اسمها 3 شانلز هولتر اقراهم 3 3 يعني هو الهولتر مشي كده ولما خلص كمل كده وهكذا وهكذا كانه ستريب واحد طويل قوي حلو قوي اما انا بصيت لقيت في اللي فوق خالص بقى عندي ايه براديكارد بس موبيل ستايب 1 كومبليت ادي بي ويف قبل التي وادي بي ويف على التي وادي بي ويف بعد التي ايفي ديسوشيشن ايفي ديسوشيشن على هارت ريت 36 بيت بير مينيت ابتدى يحصل لي ايه هنا؟ ايه دول؟ بريماتيور بي في سيز شويه شويه ابتدى يحصل ايه؟ رانز ايه ده بقى ان شاء الله ده راجل جرى له ايه بقى؟ ليه؟ ايه العظمه دي؟ ايه العظمه دي؟ انت مش عارفين يعني انا مش عارف والله انا بمدحكوا ولا بديكوا ثقه ولا بقول لكم اتغيروا التخصص ولا انا معاكوا ولا مع الناس التانيين ما تبقاش عارف انا الناس التالتين مش التانيين خالص انا التالتين بعد التانيين ما يخلصوا عليكم انا اللي اجت فين يبقى الراجل ده عنده كومبليت اي في بلوك اي في ديسوشيشن وذ رانز اوف فنتريكولار تاكيكارديا بين قوسين براديكارديا انديوس العيان ده يعمل ايه؟ يركب اي سي دي عشان نكوي البيتس اللي معيشاه ولا نحط له بيس ميكر عشان نعالج البراديكارديا اللي جابت البيتس؟ بيس ميكر صح؟ سي ار تي لو هارت فيلير طيب this 64 years old lady has been presenting by non-STEMI وعملت coronary angio لقينا ايه ده كولونوسكوبي ولا coronary angio ده كولونوسكوبي صح ما انت رأيت التقصد اشتغلت مناظير بالظبط عندنا dilatation واكتازيا اوف ذا كورنري ارتريز في كل الكورنريز ال اي دي وسيركمفلكس ورايت كورنر حلو قوي انا مره كنت فرقته بين الاكتاتيك والانيوريزما كنت قلت ان في كات اوف او حاجه زي كده لا 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 الانيوريزمز بتبقى فوكال دايلاتيشن واحده او اثنين او ثلاثه لكن الاكتازيا دي ديفيوز ديزيز في الكورنرز بالنهايه ريزن دكتور هايبرتنشن سيفير هايبرتنشن ممكن صح المهم الست دي جالها نون ستيمي دول بيجي لهم نون ستيمي يجي لهم اكيد كورنر سندروم وكورنر اكتيزيا يجي لهم صح ونعمل لهم كابج لا نعمل لهم كابج عشان نصلح الشرايين امال نعمل ايه اكتيزيا جنرالايز اكتيزيا طب نعمل استنتات ولا استنتات طب ايه طيب نركب نكشكش الشريان نحط له استك نعمل ايه جنرالايز اكتيزيا ميديكال تريتمنت صح كده يعني مفيش حاجه اسمها كابج ادفانس كيس ادفانسد كيس اوف كورنر اكتيزيا لكن مش ادفانسد كيس ان ذا اكزام يعني يعني دي كده احنا تريننج اوف ذا اكزام اللي هو الورمنج اب ستيج
على warming up. The warming up. لغاية slide 19 warming up. Slide 20 تمتحن 21 خلاص بتسقط. Good luck. هو بيحط لك في 21 good luck. اللي هو بين قوسين RIP. واللي هي rest in peace. Rest in peace. يلا comment on this hemodynamic tracing of 32 years old patient with dyspnea and murmur A before and B after a procedure. ده أسطرة ولا أسطرتين؟ أسطرتين. عندنا LV و LA هو كاتبهم هو LV و LA. الجريديانت سيستوليك ولا دايستوليك؟ سيستوليك. سيستوليك خلي بالك السيستول هو فوق. أو مع كيو اس ماشي. الجريديانت فين؟ دايستوليك. صح كده؟ ده السيستول اهو وده ليفت فينتريك المفروض يبقى 120 على 0 وده ليفت اتريوم المفروض يبقى مثلا 5 على 0 فدي 120 على 0 و5 على 0 بس في جريديانت دايستوليك المفروض الاثنين يبقوا 0 الله ينور عليك مايترال ستينوزس دايستوليك جريديانت ما بين الليفت اتريوم والليفت فينتريك 30 ناقص 12 يبقى 18 ده جريديانت محترم عملنا عليه بروسيدير اسمه بالون مايترال فالفيلوبلاستي او بيركوتينيوس مايترال كوميشيروتومي بقى جريديانت ايكوالايزد عندي 7 اوكي ريست ان بيس او بيسز يعني ممكن تبقى بيس واحده او ممكن تبقى بيسز واحنا هنجمع البيسز وهنريست ما تقلقش خالص This is the CT scan of a patient with acute onset of chest pain. ممتازة. ممتازة اهو. Dissection. جاي distal left subclavian. وانت نازل على تحت اهو 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 اهو. Dissection. اه. ادي left subclavian وادي الارش وادي descending aorta dissection. يبقى ده type A ولا type B? Type B. Type B. ممتاز. What's the measurement? ده type B medical surgical intervention. كلهم يمشوا في type B صح؟ medical الأول وإفيلد ممكن يمشي interventional أو surgical صح؟ medical without complication. الله ينور عليك. CT coronary angio ممتاز هو كراجل مسهلها عليك بيقول لك the CT images belong to the same patient that has performed a coronary procedure several years ago and lost his report. Describe the CT cuts, the reconstruction, three dimensional, تمام. وهنا عندنا stent فين؟ ده في LED. ممتاز. وما ده right coronary circumflex. هم اللي بيطلع لوحده. هم اللي بيطلعوا مع بعض. ده الـ ICA صح كده؟ ومين اللي بينزل على الأبيكس أوف ذا هارت؟ بي دي اي ولا ال اي دي؟ الـ ICA اه انا اسف ادي الـ ICA اهو وادي الستنت اهي صح؟ ماشي الأبيكس أوف ذا هارت اهو في ارتري طويل بينزل في انتر فنتيكولار سيبتم على الأبيكس أوف ذا هارت ده ال ال اي دي اهو وفي ستنت في ال ال اي دي الله ينور عليك وفي واحد ورا اهو تمام ادي الستنت اهي دي ار سي وادي الستنت اهي طويل ال اي دي تمام وبوثر بيتن صح كده يبقى according to what you see would you advise him to perform an angio no no مش شرط مش شرط ليه according to what you see according to what you see انت صح شوف الانستنت المالتي سلايس الاجهزه الصغيره انا بخلص قدامي الثلاث دقايق في حد ورا حضرتك لا مفيش حد ورا حضرتي خالص انا ورا الحيطه ده مش سؤال يتسال لا طبعا هنبيتك النهارده هنبيتك النهارده لو في حد جاي بعديه انا خلاص هو هو ما قالكش هو قالك اكوردنج تو سي الدكتور بيقول كلام مهم في غايه الاهميه الكتاب بيقول الكتاب بيقول على حسب الطبعه الطبعات اللي طلعت قبل الاجهزه ال 256 وال 320 كانت بتقول انه لغايه الجهاز ال 64 قط
كان السي تي احيانا ما بيصورش الدعامات عشان حاجه اسمها ميتاليك بلومينج افكت بتاعت الدعامه. زي ما انت شايف الدعامه هنا بتبرق جامد في السي تي. في الاجهزه القديمه لو ريزوليوشن كانت الدعامه دي بتبقى ريبليست باي حته شايني كده، فانت لا تقدر تعرف جواها صبغه ولا ما جواهاش صبغه. لما الريزوليوشن بتاع الجهاز عالي ونزل 256 و 320، ده صوره من الجهاز 320 ونزل 320، فبقى يديك الستريكت دايمنشنز بتاعت الدعامه. فلو انت قلت زي ما الدكتور ده ما قال كده انه اكوردنج تو وات اي سي انا شايف الستنت كويس ومفيش ميتاليك بلومينج افكت والستنت دي بيتنت، الدكتور ده بياخد الدرجه كامله. لو الدكتور ده قال لا يا جماعه علشان السي تي ما بيبينش الاستنتات كويس، بياخد الدرجه كامله برضه، لان هو بيديك المعلومه اللي هو مذاكرها، هو ما غلطش، هو بيقول معلومه صح. بس الجهاز ده ال 320. اوكي خلاص، اخر سلايد بقى خالص، يلا عشان ايه نروح نتغدى وننام بقى. انا بقول نروح نتغدى وننام وخلاص. This is the LAO view for the coronary angio of a 60 year old male admitted by acute coronary syndrome. هو راجل بيحقن ايه هنا بالقسطرة؟ بيحقن الليفت سيستم، صح كده؟ تمام. بعد ما حقن الليفت سيستم ادي السيركونفليكس، وايه اللي ظهر هنا ده؟ رايت كورنر، صح؟ طيب ايه رايك؟ Anomalous of the coronary artery with the right coronary arising from the left circumflex. حد عنده رأي تاني؟ ممكن نسيب الفيديو شغال بعد ايه؟ coronary fistula ما بين ايه وايه؟ ما بين left circumflex و right coronary؟ ما فيش coronary fistula كده. coronary fistula بتبقى بين artery و chamber. ايه رأيكم؟ ينفع واحد يقول لي يا دكتور محمد عندنا سي تي او اوف ذا اوستيال رايت كورنري وده ريترو جريد فيلينج باي كولاترال؟ مش يديني اس اس؟ لا ما بيبقاش بالحجم ده، وما بيبقاش الكورنريز سموث كده خالص، ده كورنريز حرير تماما تماما تماما، صح؟ يبقى اذا ده هو انومالس اوف ذا ليفت سيركمفلكس ارتري فروم ذا ايه اوف ذا رايت كورنر ارتري فروم ذا ليفت سيركمفلكس ارتري. الاي سي اس جه من ال اي دي اللي فيه ستنت. بص سبك كده ستنت في ال دي اهي، اهي فوق اهي شفتها اهي. ده كان عيان جايب انتيريور انفاركشن واحنا عملنا له ستنت في ال دي، واحنا بعد ما خلصنا بناخد صوره وما كناش عارفين انجيج الرايت كورنر نصوره، فبناخد صوره هنا الرايت كورنر طالع منين؟ من اللفت كورنر. اوكي انطلقوا على بركه الله ان شاء الله. الف سلامة ان شاء الله، موفقين موفقين ان شاء الله. Rest in peace. Rest in peace. شوفك على خير دايما.